بسم الله. دلوقتي لو انا هبدأ مشروع، فبحتاج ان انا احدد كتلة المشروع او احدد الشكل الخارجي للمشروع. فبشتغل بطريقتين، اول حاجة ان انا من جوه المشروع بشتغل ماس، او ان انا اعمل فاميلي ماس. تمام، خلينا دلوقتي نشتغل في المشروع. تمام، فاقول له ابدأ لمشروع جديد. تمام، هقول له حدد لي المشروع اهوت. تمام، ده المشروع بتاعي. هاجي هنا في الماس اقول له شو ماس، يعني فعل لي ان الماس يبقى ظاهر. لو انا عايز اخفيه هدوس عليه تاني يبقى خلاص الماس مش موجود معايا. طيب دلوقتي هبدأ اشتغل، ممكن اقول له بليس ماس، يبقى انا كده عندي فاميلي فيها ماس. هبدأ احملها، بيقول لي مفيش فاميلي في المشروع. اقول له مفيش مشكلة، هفتح انا اي فاميلي تكون نوعها ماس. تمام اهيت، ممكن تختار اي شكل من الاشكال ديت، وليكن مثلا شكل الدوم ديت القبة. تمام، تحطها عندك في المشروع تبدأ تشتغل عليها. تمام، طيب انا عايز اعمل فاميلي انا زي ما انا عايز، فاقول له امبليس ماس واقول له اوكي وابدا اشتغل. دي الادوات اللي هتساعدني، فاقول له موديل وهبدا ارسم مثلا شكل سداسي بالشكل دوت اهو، وابدا اسحب. تمام، دلوقتي الرسمه اللي انا رسمتها دي ثنائيه الابعاد، فعايز احولها لثلاثيه الابعاد. فبعمل على سيلكت واقول له كريت فورم. كريت فورم بيعمل ايه؟ بيبدا يديها بعد ثلاثي بحيث ان انت تبقى شايفها بالشكل دوت، بيبدا يزود الزد، يعني بيعملها زي اكسترود. تمام، انا ممكن اعمل سيلكت مثلا لاي واجهه اي سيرفيس وابدا اسحب بالشكل دوت. تمام، طيب ممكن برضو اي واجهه من الحاجات اللي في الجنب دي برضو اعدل فيها زي ما انا عايز. ممكن اعمل سيلكت لاي لاين اي ايدج احركها زي ما انا عايز. ممكن اعمل سيلكت البوينت واسحب. تمام، وممكن اقول له خلي الدايمنشن ده هنا ثابت واقدر اعدل فيه زي ما انا عايز. تمام، دلوقتي ممكن اقول له بعد كده انا عايز اعمل اد ايدج، اضيف ايدج للشكل بتاعي اهوت. تمام، ممكن اقول له انا عايز برضو اضيف بروفايل، يعني هيبقى فيه خط كده قاطع اهوت. البروفايل ده اقدر استخدمه في ان انا اعدل فيه الشكل زي ما انا عايز اهوت. وهكذا. تقدر تكون اي شكل انت عايزه بالطريقة البسيطة ديت. طيب فرض ان ده هو ده المبنى اللي انت عايزه. تمام، خلينا ندخل نخرج نقول له فينيش ماس، اعلم على الشكل دوت. هقول له ماس فلور، يعني حط لي فلور في كل دور. تمام اهوت، فبيقول لي ايه الادوار، اي دور هيقطع معاه هيبدأ يحط لي فيه الفلور بتاعتي. تمام، طيب خلينا نشوف كده في الايست. الشكل بتاعي كنا احنا عاملينه في ليفل واحد، خلينا ننزل تحت عشان يجي معانا بقية الدور نقطع. هقول له ماس فلور يقطع. تمام، طيب ممكن اروح دلوقتي للفيو، هقول له انا عايز اعمل سكادول ماس فلور. اوكي، ايه العناصر اللي انا محتاجها؟ انا محتاج الاريا والفوليوم مثلا والليفل، واقول له اوكي فاعمل لي اهوت. ده الليفل دوت الفلور فوليوم بتاعه والفلور اريا قد ايه، وهكذا. حصلت انا على معلومات الشكل بتاعها هيبقى المساحة كل دور فيه قد ايه. تمام ماشي، طيب خلينا ندخل تاني جوه الماس اند سايت. اقول له امبليس ماس، ابدا اعمل ماس جديد. اقول له انا هنا عايز ارسم مثلا ريكتانجل بالشكل دوت. اقول له كريت فورم، اتعمل الشكل اهوت.
ممكن اقول له انا عايز ديفايس سيرفيس. يعني ايه ديفايس سيرفيس؟ يعني هيبدا يقسم لي الشكل زي ما انا عايز. فاقول له مثلا خد الشكل ده كله ديفايس سيرفيس، تمام. بدا قسمه لي. طيب تعال نشوف قسمه ازاي، والشكل ده مثلا مش عاجبني، حاسس ان هو قريب قوي من بعض، فاجي هنا. هو بيقول لي فيكسد نمبر 10، فاقول له لا خليهم لي مثلا بدل 10 دي خليهم 3، تمام. ده في اليو، وهنا في الفي خليهم 3. ده فيكسد نمبر، يعني 3 في 3 ثابته، تمام. ممكن اقول لا انا مش عايز اشتغل بالفيكسد نمبر ده، انا عايز فيكسد ديستنس. يعني هيعمل مثلا المسافه هنا ايه، 10 متر 10 متر 10 متر، تمام. تقدر انت تشوف المسافه اللي انت عايزها قد ايه. ما اعرفش المسافه دي اصلا، فاقول له 10. او ممكن تقول له خليها الماكسيمم سبيسنج، او ممكن تقول له خليها بالمينيمم سبيسنج، تمام. او ممكن تقول له نان، انا مش عايز مسافة مش عايز تقسيم فيها، تمام. ممكن بعد كده اقول له انا عايز باترن، يعني كل واحدة من دول حط لي فيها شكل من الاشكال ديت، وليكن مثلا شكل زي دوت، فيبدأ يحط لك باترن في الشغل بتاعك، تمام. وتقول له فينيش ميس. دلوقتي لو انا عايز احط حائط، فهقول له انا عايز وول من ميسنج اند سايت، هقول له وول، وتبدأ تحط الوول بالشكل دوت. اوكي وول، وحتى لو انت رحت للوول العادية هتلاقي في اختيار هنا عندي اسمه ايه، بيك فيس، هو ده ينفع ان انت برضو تعمل بيه وول بالشكل دوت، تمام. ولو انت برضو عايز تعمل روف مسنج، هتقول له انا عايز روف، وتحدد الروف بتاعتك، تمام، هيعمل لك الروف. ممكن تقول له برضو انا عايز فلور. فتقدر تستفاد من الماس دوت ان انت تبني المبنى كله، سواء حوايط سواء فلور سواء روف زي ما انت عايز، تمام. طيب بعد كده، بعد ما عملت الماس بتاعك، ممكن نشوف ازاي نعمل فاميلي. فهقول له خلينا نرجع للفيو، هقول له انا عايز اعمل فاميلي ماس، جاب لي فاميلي بالشكل دوت، تمام. اقدر ادي اعمل اي ليفل انا عايزها، ممكن تدخل هنا في الالفيشن وتقول له كوبي، تبدأ تعمل ليفل زي ما انت عايز، تمام. وتقدر بعد كده وانت في 3D تقول له انا عايز اشتغل على الليفل ديت، تمام. وتبدأ ترسم الشكل بتاعك وتقول له create form، تبدأ تعدل فيه زي ما انت عايز، وتحط edge وبروفايل زي ما شفنا قبل كده، وتعدل فيهم برضو زي ما انت عايز. يعني ممكن تمسك البروفايل ده مثلا وتقول له ده انا مثلا عايز اعمل له سكيل، تمام، وتكبر فيه زي ما انت عايز، تمام. ممكن تعمل له موف روتيت زي ما انت عايز، يعني اي شكل من الاشكال تقدر تعدل فيها، اي حاجة تخطر في بالك تعدل فيها زي ما انت عايز. بعد ما تعدلت تقدر تقول له لود انت بروجكت، وتحمل الفاميلي دي جوه البروجكت. وبعد ما تحملها جوه البروجكت تقدر تعدل فيها برضه زي ما انت عايز، تقدر تحولها لحوايط، تقدر تحولها لأي شكل انت عايزه. ممكن تحط فيها الفلور الروف الوول زي ما انت عايز، تعمل بيك لأي حاجة انت عايزها. طيب الفاميلي دي لو عايز اضيف لها باترن، اقول له اديت فاميلي، هدخل جوه الفاميلي، تمام، اعمل سيلكت لأي جزء انا عايزه، ممكن الفاميلي كلها، تمام. خلينا في 3D اهوت، تمام. هقول له فلتر، انا مش عايز الريفرنس بلان. هقول له بعد كده ديفايد سيرفيس، يعني ديفايد سيرفيس يعني كل سيرفيس من دول ابدا اقسمه لي،
بس مول زي ما انت شايف كتير قوي، ممكن انا اكون مش عايز كده، ممكن اقول له لا بدل ما انت عامل في الواي 10 خليهم لي بس ايه 3، وفي الفي جريد خليهم 3، تبقى حاجة بالشكل دوت. تمام. طيب بعد كده ممكن تعدل فيهم زي ما انت عايز، ممكن تقول له انا مش عايز فيكسد نمبر، انا عايز فيكسد ديستنس، يعني هديك المسافة وانت قسمهم كل مثلا 10 متر، كل 2 متر زي ما انت عايز. ماكسيموم سبيسنج اكبر حاجة قد ايه، مينيموم سبيسنج، يعني زي ما انت عايز تقدر تتحكم فيهم قد ايه، تقدر تتحدد هل هيتعمل جاستيفيكيشن من البداية ولا من النهاية ولا من سنترال. بعد كده ممكن تروح هتتلو باتر، تختار اي باترن مثلا زي دوت، يبدأ هو يرسم الباترن دوت او مثلا حاجة زي كده بالشكل دوت. يعني تقدر تعدل في كل واحدة فيهم زي ما انت عايز. ده فكرة الباترن في الماس.